الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اشتهر عندنا في الجنوب قول الحالف مثل أمي. قول الحالف مثل أمي، ويقصد بذلك تأكيد كلامه، فما الحكم في ذلك؟ ليس بهارا، ليس بهارا ولا يمينا حتى، مثل أمي ما. إن كان قصده أنه يحرم عليه هذا الشيء مثل أمه فليكن يمين، يعني فيه كفارة يمين لأنه تحريم حلال. أما إن قال مثل أمي يعني أنه متأكد مثل ما تتأكد أمي، هذا لا شيء فيه. نعم.